دونك خالد الصفراوي دكتور اون فارماسي، فارماسي الصفراوي وجدة. نتواجد حاليا في اطار الحمله الطبيه القافله الطبيه المنظمه من طرف جمعيتين اللي هما جمعيه نعمه للتنميه وجمعيه اديب. هذه الجمعيات تستهدف حاليا واحد الساكنه اللي تتواجد في منطقه راس الماء قرب السعيديه، وبتواجد عده اطباء مع باختصاصات مختلفه وطاقم صيدلاني مكون تقريبا من سبعه نتاع الافراد، وفيهم اخوات صيدلانيات واخوان صيادله اللي كيسهروا على توزيع الادويه لصالح الساكنه المعوزه. هناك عده كما قلت عده اختصاصات وخاصه الامراض المزمنه، ونحن رهنا اشاره هذه الساكنه من اجل ضمان صحه المواطن. ونشكر هذه الجمعيات ونتمنوا ان هذه البادره تتكرر وتستهدف سيرتو المناطق اللي ما كيوصلهاش طبيب وما يوصلهاش صيدلي، وحنا هنايا نخدموا صحه المواطن. ونتمنوا ان كما قلت ان هذه البادره تتكرر. وشكرا لكم. دونك الدكتور هشام فارماسيان بيولوجيست، حنا هنا في اطار واحد القافله اللي جينا باش نشوفوا الناس، نقربوا لهم الاشياء اللي بعيده عليهم اللي ما يقدرش يدي بلاصه حتى السي اش اي. الوغ انا هنايا اوتونكو بيولوجيست كندوزي الهيموغلوبين غليكي وكندوزي لا غليسيمي. دونك هاد لاباري هادي ابري اللي هي فريمون صغيره، نقدروا نهزوها ونجيبوها نقربوها للمواطنين هنايا باش نعبروا لهم الهيموغلوبين غليكي تاعهم، اي كوم سا كنتبعوا معاهم الناس اللي ديابيتيك كنتبعوا معاهم لا غليسيمي تاعهم. فوالا تو سكي اون جينيرال.